مشكل كمان السولار والمحروقات. لسه في وين في؟ انا بقول لك ايش؟ عم بحكي مع اسم المستشفى بقول لك ايش؟ ايش طبعا مستشفيات يعني؟ لا لا في بنزين، هي بنزين معها واسطه بروح المحطه بروح في بنزين يعني. في يعني الجماعه ماسكه كل الامور المحروقات؟ اه حتى لا 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 اسقاط اللي هو وسط بحكي بعد منظومه غاز وبطلع، اللي هو وسط بحكي بنزين وبطلع. حتى في المستشفيات يعني؟ لا ما هي المستشفيات هم اللي بودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات يعني بالنهايه هم اللي بودوا السولار لانه في سولار. مين حماد؟ في عندهم سولار محطات. اه عنده سولار في، عنده اقل شيء مليون لتر. انا بقول لك اليوم اللي يعني اليوم مثلا تحكي اليوم الخميس، اعتقد من ممكن الخميس الجاي يكون فانش كله فانش. هلا المحطات ملانه وفي بياخذوا منها بودوا السولار للمستشفيات، يعني بيسحبوا منها عن طريق السحر بودوها المستشفيات. ولسه ولا هم اسمع لحتى بيحكموا في البلد صراحه. شو اسمه؟ انفاق. كل شيء لسه ما تبهدل يعني صراحه، لسه ما ماسكين كل شيء صراحه. يعني وفي تحت الارض انا متاكد في نص مليون لاقل شيء، في نص مليون لتر. لا انت عارف الانفاق بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها ميه وبدها حمامات وبدها اماره. في نص مليون لتر تحت الارض اقل شيء. اما لو الشعب كله مات، كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتأثر، بمهمش ولا عبالهم، المهم هم يبقوا.